عبر الهاتف ينضم الينا سياده النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. سياده النائب مساء الخير، اهلا وسهلا بك في هذه الجوله الاخباريه على اكسترا نيوز. فكره تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كانت فكره لافته من قبل بعض الشباب في احدى المؤتمرات التي كان حاضرا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب. فلسفه ورؤيه تنفيذ هذا المقترح بانشاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ودورها في الحياه السياسيه، لا سيما في الحياه الانتخابيه والبرلمانيه الاخيره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي مبادره شبابيه انطلقت كثيرا دعوات لتشكيل كيانات شبابيه تحتوي يعني الشباب السياسي ويكون قادر على ان هو يكون مؤهل لحمل الامانه وان هو يكون موجود في دوائر صنع القرار. صحيح. هي ان التنسيقيه بدا التجهيز ليها من 2017 وشرفنا بان يعني اطلقت من قبل السيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب في ابريل 2018 علشان تكون نواه لتخريج مجموعه من يعني شباب الاحزاب وشباب السياسيين المؤهلين ان هم يكونوا قادرين على التواجد في دوائر صنع القرار. احنا بنتشرف بوجود 6 من زملائنا نواب المحافظين، بنتشرف بوجودنا اقترب من 32 نائب ونائبه في مجلس النواب و17 نائب في مجلس الشيوخ، بالاضافه الى بعض الزملاء اللي موجودين في الهيئات الاعلاميه والصحفيه. يمكن ده كان نتيجه طبعا عمل دؤوب، نتيجه يعني سنين طويله جدا حوالي الشباب كانوا موجودين في العمل السياسي والعمل العام. يمكن وجودهم في المناصب التنفيذيه والمجالس النيابيه بيقول ان الجيل او المصريين قادرين على انهم ينشئوا اجيال جديده تتحمل المسؤوليه، ويمكن التنسيقيه ايضا فيها اجيال اخرى قادمه بقوه برضه مؤهله من خلال دورات تدريبيه ومن خلال اعداد جيد بيتم طبعا داخل اروقه التنسيقيه واللجان في عمومها داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. بتشرف طبعا سعداء جدا بالتواجد في هذه التجربه الهامه. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين منصه حواريه بتجمع كل اطياف العمل السياسي المتنوع ومختلف الافكار والايديولوجيات. صحيح. وهذه نقطه مهمه سياده النائب، يعني ان تجمع التنسيقيه بين ايديولوجيات مختلفه، بين افكار ورؤى مختلفه، ان تضمهم تحت مظله واحده وداخل اطار تنظيمي واحد. في الحقيقه ده كان تحدي كبير، لان اختلاف الايديولوجيات واختلاف الافكار كان خلال الفترة اللي فاتت كان ظاهر بقوة جدا وما كانش بيمكن من ظهور أجيال جديدة أو ظهور موقف سياسي موحد ينطلق من قواعد الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على حقوق مصر التاريخية ومجابهة طبعا يعني الأفكار الهدامة والجماعات المتطرفة والإرهابية. إن الكيان ده يوجد، إن الشباب دول يجلسوا مع بعض سنين طويلة جدا، إنك بتشوف ثمار يعني هذه المنصة الحوارية موجود في دوائر صنع قرار مهمة، ده دليل كبير جدا ان احنا قادرين رغم اختلاف الايديولوجيات والافكار قادرين على ان احنا نخلق يعني موقف موحد يدعم الدوله المصريه ومقدرات الشعب المصري. لطالما كانت النخبه المصريه على مدار عقود سابقه تنادي باشراك الشباب في الحياه السياسيه في الاحزاب السياسيه وغيرها، الى اي مدى يعني نرى ان التنسيقيه نجحت في تحقيق هذا الهدف، هذه الفكره باشراك الشباب بمختلف اطيافهم وايديولوجياتهم المختلفه وارائهم وخلفياتهم السياسيه في الحياه السياسيه بشكل عام؟ طب هو في الحقيقه احنا يعني لما نقول نجاح احنا نسيب الشارع ونسيب المجتمع والمناخ السياسي يقول هل هؤلاء الشباب استطاعوا ان يكونوا مؤثرين بقدر ما. طبعا مع عمر التنسيقيه احنا بنتكلم من 2018 حتى هذه اللحظه بنتكلم يعني في ظرف 3 سنوات، يعني اعتقد ان هم كانوا مؤثرين في العمليه السياسيه، مؤثرين كمان في تغيير شكل العمل السياسي في مصر. انا اعترفت موضوع مهم جدا، كانت النخبه سابقا كانت الصراعات بتطغى على العمل الموحد او العمل المشترك، فما كناش بنلاقي مواقف قويه ويعني ليها اثر كبير زي دلوقتي. تنسيقيه استطاعت من خلال طبعا يعني الكلمات والمواقف اللي كانت في مجلس النواب وخارج كمان مجلس النواب من المبادرات اللي احنا عملناها مع الحكومه استطاعت ان تخلق هذا المناخ. اتمنى ان نجاح التنسيقيه هو في استمراريتها وان هي تستطيع ان تخلق جيل جديد يكون قادر على انه يستكمل يعني جيل المؤسسين من الزملاء في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. انتخابات مجلس النواب الاخيره يا سياده النائب وحتى مجلس الشيوخ كانت لافته في مشاركه اعضاء من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في هذه الانتخابات، لاي مدى ايضا نجحت التنسيقيه في اقتحام هذا المجال، المجال الانتخابي، المجال البرلماني، وساعدت في تطوير ادوات العمل البرلماني؟ طيب هو مبدئيا الزملاء اللي كانوا نزلوا في انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ معظمهم له تاريخ يعني لا باس به، تاريخ عميق في العمل السياسي والعمل العام. وجودهم داخل المجالس النيابيه
وداخل طبعا القايمه اللي كانت موحده من معظم الاحزاب السياسيه، بيدي انطباع على ثقه يعني الشارع السياسي في هؤلاء الشباب. يعني الثقه دي والتواجد والحضور بكثافه سواء في مجلس النواب او في لجانه النوعيه، الوجود في وسط الناس في الشارع، اعتقد ده بيضفي قيمه كبيره جدا للمجموعه اللي دخلت مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وايضا زملائنا في يعني المجالس والهيئات القوميه والصحفيه والاعلاميه. يعني خلينا اقول لحضرتك ان احنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مزيد من الدماء تضخ في اروقه يعني دوائر صنع القرار. ان شاء الله نتامل ان احنا نكون موجودين بقوه، وان التنسيقيه تكون موجوده برضو في كل الاحزاب السياسيه. خلي بالك حضرتك في حاجه مهمه جدا، ان التنسيقيه في قوامها هي عباره عن مجموعه من شباب الاحزاب ممثله للاحزاب السياسيه، حوالي تقريبا 28 حزب سياسي، بالاضافه الى مجموعه من شباب المستقلين. فبالتالي انت كمان جامع داخل التنسيقيه التنوع الحزبي والتنوع الايديولوجي والتنوع السياسي، فانت عندك ممثلين عن الاحزاب السياسيه وممثلين ايضا عن يعني السياسيين المستقلين. دائما التنسيقيه ترفع شعار مفهوم السياسه بمنظور جديد، يعني ما هو المنظور الذي تعتمد وتتبناه التنسيقيه في خطابها السياسي؟ سياسه بمفهوم جديد معناه تكاملي. احنا بنتكلم على ان التعاون داخل التنسيقيه وداخل طبعا التعاون مع السلطه التنفيذيه والقياده السياسيه والمؤسسات الوطنيه هو دور تكاملي. نحن لسنا لا في دور تنافسي ولا في دور عدائي ولا في دور كمان نتصيد فيه الاخطاء. احنا بنحاول ان احنا نصحح مسار بعض المسائل والامور اللي احنا شايفين محتاجين ان احنا نعدل مسارها. في الحقيقه برضو انا عايز اشيد بالاستجابه من القياده السياسيه والمؤسسات الوطنيه لمعظم اطروحات شباب التنسيقيه. فده يدي انطباع برضو ان هناك استماع. يعني الفكره مش فكره بس ان احنا بندعم يعني تاسيس كيان جامع لشباب الاحزاب والسياسيين، لا ده كمان الاطروحات والنتائج اللي بتطلع نتيجه العصف الذهني والحوارات والمناقشات والاجتماعات داخل التنسيقيه بيكون ليها صدى كبير. الكلام ده كان موجود في قانون الشعار العقاري، الكلام ده كان موجود في المبادرات اللي تمت في 100 مليون صحه ودعم الاطقم الطبيه وفك العمله، يعني اعتقد وقانون طبعا الصكوك السياديه، اعتقد ان يعني كانت المواقف قويه وفيها تنسيق وتكامل. فبالتالي اللي انا عايز اقوله برضو عشان الساده المشاهدين، يعني التنسيقيه تحاول ان تقدم جيل جديد يكون قادر على التعبير عن رغبات الشعب المصري وطموحه ويكون صوت الشعب المصري، وفي نفس الوقت حلقه وصل امينه ما بين الشعب وما بين السلطه التنفيذيه والقياده السياسيه. عدد ليس قليل من اعضاء التنسيقيه اعتمدت عليهم الدوله في مناصب تنفيذيه سواء على المستوى الرئيسي او الاول هو مستوى المحافظين او حتى نواب المحافظين او حتى معاوني عدد من الوزراء، كيف ايضا تقيم هذه التجربه ودور اعضاء التنسيقيه في كونهم حلقه وصل كما حضرتك ذكرتهم او ذكرت هذا الوصف انهم حلقه وصل بين المواطن وبين السلطه التنفيذيه بين مؤسسات الدوله عموما؟ طيب هو طبعا يعني انا بأثمن من تواجد زملائنا من نواب المحافظين في موقع المسؤولين، لان هم في الحقيقه هم كانوا باكوره يعني التواجد في موقع المسؤوليه، وهم في الحقيقه شالوا امانه انجاح التجربه، لان يعني الاداء اللي انا شايفه بصراحه يعني اداء محترم جدا واداء نموذجي واداء يشرف ان في جيل جديد قادر ان هو يكون يجمع ما بين الفكر السياسي والفكر التنفيذي، ده ادى الى انجاح التجربه، فانعكس ده كمان في التمثيل داخل المجالس النيابيه. ونجاح برضو الزملاء سواء في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ انعكس ايجابا على وجود ايضا بعض الزملاء في المجالس والهيئات القوميه والاعلاميه. خلينا اقول لحضرتك ان يعني العمل التنفيذي عمل شاق، والمرحله اللي احنا موجودين فيها يعني كان مرحله سابقه لعقود كثيره جدا كان هناك حاله من الترهل والاهمال سواء على مستوى المحليات او على مستوى كمان المناطق وارث يعني تاريخي لصوره التنفيذي في المحافظات. مع طموح الشارع، مع وجود قيادة سياسية يعني دؤوبة وشغالة في مشاريع قومية بشكل رهيب جدا، يعني شكل كان غير متوقع في الحقيقة، وتعاون برضو الحكومة، فأنت بتحاول أن تكمل الصورة أن يكون في عمل على مستوى القيادة السياسية الشعب المصري بيتشرف بيه جدا دلوقتي، بنية تحتية، مشروعات قومية، يعني ما إلى ذلك، أداء حكومي إلى حد ما بنقول أنه هو أداء منضبط إلى حد بعيد جدا، أفضل كثيرا من ما سبق. نكمله كمان بقى ونزين هذه المنظومه بوجود طبعا زملائنا من الشباب التنفيذيين داخل دوائر صنع القرار، واتمنى ان شاء الله بالتعديل الوزاري القادم او كمان حاله المحافظين نشوف مزيدا من تمثيل شباب السياسيين وتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين في هذه يعني التغييرات القادمه باذن الله. النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا حضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.